السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. مرحبا بكم عندي. اليوم جيت نشارك معكم الصابلي بريستيج. كيجي في المنظر مزيون وفي المذاق كيجي لذيذ. هاد الصابلي هذا ما كنستعملوش فيه الخميره نهائيا، كيخرجنا تقريبا 85 حبه. نتمنى الصابلي د اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. ندوزو للمقادير. عندي 3 ديال البيضات، عندي 250 غرام ديال الزبدة، عندي قبيصة ديال الملح، عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر. كاس ديال السكر يكون مطحون نصف طحنة لهذا الشكل. هذا عندي 1 كيس ديال الفاني، وعندي هنايا الطحين تقريبا كيلو. ديال التحضير على بركة الله، انا عملت هنايا 250 غرام ديال الزبدة، غنزيد عليها كاس ديال السكر كما قلنا يكون مطحون نصف طحنة. غنخلط الزبدة مع السكر مزيان تندمجو. ندخل السكر في الزبدة تكونش بحال كريمة. هنا خدمت الزبدة مزيان مع السكر، هاي حتى كيفاش كتجي. غادي نزيد عليها 3 ديال البيضات. غنزيد عليها قبيصه ديال الملح، نخلطو مزيان مع بعضياتو. كاس ديال الزيت، نخلطو مزيان مع بعضياتو. يوم الفاني، الطحين شويه شويه. ها هو العجين ديالي تجمع، ها هو كيف كيجي، كيجي على هذا الشكل. هذا كما شفتوا معايا انا الخميره د الحلوى ما عملتهاش نهائيا، على حساب الحلوى باش كتجي مزيونه. كتجي ديك الحلوى هشيشه، ما خصكمش تعملوا لها خميره د الحلوى باش كتجي الحلوى مزيونه. بلاستيك غذائي غادي نعمل فيه العجين ديالي بهذا الشكل. هذا نعملو في الثلاجة تقريبا 4 ساعات 3 ساعات عاد غادي نخدمو الصابلي ديالنا. بعد ما لويتو في بلاستيك غذائي غندخلو للثلاجة تقريبا 3 ساعات 4 ساعات. ها هو العجين ديالي. من بعد ما دازت 4 ديال الساعات عملت هنايا فرشت لها واحد بلاستيكه، ما نعمل عليها العجين ديالي، غنزيد عليها بلاستيكه اخرى من الفوق عاد غنطلق العجين ديالي باش كتجينا ساهله ملي كنجيو للدور.
بالنسبة للصاب لي الشكل ديالو غنعطيه مربع بهذا الشكل هذا هاد الجهة هادي. نبدا نطلق في المطلق بعد ما طلقته نبدا نقطع هاو الجين ديالي كيجي الحجم هذا الحجم هذا شتو ملي كتكون بلاستيكه كتسهل علينا نهزوها. بالنسبه للصينيه ما كندهن ما والو كننزل فيها مباشره لان الصابلي فيه الزبده وفيه الزيت يعني ما تلصقش. بعد ما عمرت الصينيه ديالي بالصابلي غادي ندخلها للفران طيب على نار هادئه حتى عاد الصابلي ديالنا يتحمر من تحت عاد نشعلو له من الفوق باش الصابلي ديالنا ما كيتخطفش كيجي لون واحد وكيطيب على خاطره. الصابلي ديالي بعد ما خرجته الفران ها هو كيف كيجي غادي نخليه حتى يبرد عاد غادي نزينو ديال التزيين. نحتاج هنايا الشوكولاته الاسود غادي نذوبو في حمام مريم. غادي نحتاج هذا القالب هذا ديال بابيون او اللاصو يمكن لكم تستعملوا اي شكل بغيتو. غادي نحتاج هنايا من الكاوكاو يكون بلاقشور وحمرته وهرمشته على الشكل هذا. نحتاج هنايا الناباج والكلوكوز. بعد ما دهنت الشوكولات غادي نعملو في هذا القالب ديال بابيون منت هنايا في واحد الطويصه شويه ديال الناباج شويه ديال الكليكو سخنتهم على النار ها هما كيف كيجيو على هذا الشكل هذا باش عاد نلصق به الصابلي. عندي هنايا بابيون اللي كنت عدلت السيليكونه يجي على هذا الشكل هذا باش غادي نزوق به. وعندي هنايا كاوكاو مهرمش على هذا الشكل هذا يمكن لكم تستعملوا اللوز مهرمش اختياري. بالنسبه هنايا الصابلي غنعمل وحده على وحده غادي نبدا نمش شويه باش تلصق لي. هيا انا غادي نعمل وحده على وحده هو الاول باش تجيني الطريقه سهله كيفما كتشوفوا معايا باش من نجي نزوقها بالكاوكاو والبابيو تجيني سهله. شويه الصابلي على الشكل هذا كنديرو مزيان كنعملو في الكاوكاو مهرمش على الشكل هذا كنجيب واحد بابيو كنعمل فيها شويه ديال النقاش كنلصقو على الكاوكاو هاهي كيف كتجي اخرى كيما قلت كندهنو الصابلي النقاش
كان عمله هو على الكاوكاو مع المش. كنجيب واحد البابيو كندهنو شويه ديال نوباج، كنلصقوه على الصابلي اللي كنا عملنا له الكاوكاو. هاي كيف كتجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي بريستيج، كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي مزيون في المنظر ولذيذ في المذاق. نتمنى تجربوه ويعجبكم، وإلا كنتم مازال مشتركتو مرحبا بكم، واشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ودعموني باللي لايك وخلوا لي التعليقات ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.